أهلا بكم أصدقائي في حلقة اليوم، نصحبكم في جولة سياحية إلى عالم البحار والمحيطات. نتعرف على عالم السلاحف. تعيش السلاحف في كل أنحاء العالم، ومنها سلحفات كامب والتي تعيش في خليج المكسيك، ومن الممكن إيجادها شمالا حتى مقاطعة نوفا سكوشيا، بينما تعيش السلاحف البحرية مسطحة الظهر في المحيطات حول أستراليا. أما السلاحف الجلدية الظهر فهي تعيش في كل المحيطات على كوكب الأرض، وتعيش السلاحف البحرية الخضراء والسلاحف ضخمة الرأس في السواحل الاستوائية وشبه الاستوائية. وهناك 7 أجناس للسلاحف، بعضها أكبر من الأخرى. أكبر السلاحف حجما هي السلاحف جلدية الظهر، إذ يبلغ طولها 7 أقدام أي مترين، وتزن حوالي 2000 باوند أي 900 كيلوغرام. وأكبر سلحفاة جلدية الظهر كانت بحجم 8.5 أقدام أي حوالي 260 سنتيمتر، وتزن 2020 باوند أي حوالي 916 كيلوغرام. أصغر حجما السلحفاة المعروفة بلجأة كامب بطول قدمين أي حوالي 65 سنتيمتر، وتزن 100 باوند أي حوالي 45 كيلوغرام. أصدقائي، أما عن عادات السلاحف فليس هناك من العلم الكثير حول عادات السلاحف وطبائعها، فهي تقضي أغلب فترات حياتها وحيدة حتى تقترن. مع ذلك فهناك بعض الأنواع تستريح وتتغذى معا عند موسم الاقتران، وتهاجر السلاحف إلى الشاطئ الذي ولدت فيه مسترشدة بالحقل المغناطيسي الأرضي، وقد يبلغ طول مسافة الهجرة حوالي 1400 ميل أي حوالي 2253 كيلومتر. وتعتبر السلاحف مفترسة أي أنها تتغذى على اللحوم، مع ذلك فإن تغذيتها مختلفة بالاعتماد على النوع، فهي تتغذى على الروبيان والأعشاب البحرية وسلطان البحر وقنديل البحر والقواقع والإسفنج والطحالب والرخويات. أصدقائي، تعد السلاحف إحدى الحيوانات التي تنتمي إلى فصيلة الزواحف، وهناك نوعان أساسيان من أنواع السلاحف، وهما السلاحف البرية والسلاحف البحرية. وأنواع السلاحف البحرية على وجه التحديد تنتشر في البحار بكثافة، فهي تعيش بجوار الماء وتتمتع بتروس جلدية، كما أنها تمتلك أرجل على شكل كف يجعلها قادرة على السباحة. أصدقائي، ومن أنواع السلاحف البحرية سلحفات منقار الصقر. أطلق على سلحفات منقار الصقر هذا الاسم نتيجة امتلاكها لمنقار يشبه إلى حد بعيد
نفس منقار الصقر، وقد يصل وزن سلحفاة منقار الصقر إلى حوالي 90 كيلوغرام، وقد يصل طولها إلى 3 أقدام ونصف. وتعتمد سلحفاة منقار الصقر على الإسفنج كغذاء أساسي لها، وغالبا ما ينتشر هذا النوع في مياه المحيط الهندي والمحيط الهادئ والمحيط الأطلسي. أصدقائي، أما عن النوع الثاني من السلاحف البحرية هي سلحفات ريدلي الزيتونية، وتتميز بحجمها الصغير نسبيا، حيث يصل وزنها إلى حوالي 50 كيلوغرام. وتعتمد هذه السلحفاة على الفقاريات كغذاء رئيسي مثل الطحالب والروبيان وقناديل البحر وجراد البحر الصخري. وتتميز سلحفات ريدلي الزيتونية بأنها ذات اللون الزيتوني الملون، مما يساهم في إطلاق هذا الاسم عليها. وتنتشر هذه الأنواع من السلاحف في مختلف أرجاء العالم وبشكل محدد في الأماكن الاستوائية. أصدقائي، أما النوع الثالث من السلاحف البحرية هي السلاحف جلديات الظهر. يتعدى طول السلحفاة جلديات الظهر 6 أقدام، كما أن وزنها يتعدى 1000 كيلوغرام، مما جعلها أكبر أنواع السلاحف البحرية على الإطلاق. تتمتع بشرة السلاحف جلديات الظهر باللون الغامق، كما ينتشر فوقها بقع ذات اللون الأبيض. تتمتع بقدرة كبيرة على الغوص في المياه، وتعتمد على القشريات والحبار والقنفذ وقنديل البحر كمصادر أساسية لتغذيتها، وهي عادة ما تعيش في الشواطئ الاستوائية. أصدقائي، أما النوع الرابع من السلاحف البحرية السلحفاة الخضراء. يصل وزن السلحفاة الخضراء إلى حوالي 175 كيلوغرام. تتميز بدرع يبلغ طوله حوالي 3 أقدام. يتضمن درعها العديد من الظلال الملونة ما بين اللون الرمادي والأخضر والأسود والبنية. وقد أطلق على هذا النوع من السلاحف اسم السلاحف الخضراء نتيجة اعتمادها على الأعشاب كغذاء رئيسي لها. ويوجد نوعان من السلحفات الخضراء، وهي السلحفات الخضراء والسلحفات البحرية السوداء، وهي تتواجد وتعيش في المحيط الهادئ. أصدقائي، كنا اليوم في جولة سياحية إلى أعماق البحار والمحيطات، تعرفنا على السلاحف البرية والبحرية، وتعرفنا أيضا على بعض عاداتها الغذائية وأنواعها المختلفة. وحتى تجدد بحضراتكم اللقاء، هذه أرق تحياتي.